حتى الأطفال يصلون من الفجر من المسجد ينطلقون مدارسهم. حصلنا مدرسة مقابل السكن جديدة لها شهرين، ندرس طلاب وطالبات وأمهات. فترة الصباح في تقريبا قرابة 10 طلاب وطالبات يتعلمون القرآن فقط. محي الدين ومصعب ومحسن لهم شهرين في الحلقة من صلاة الفجر إلى أذان الظهر، حفظوا قرابة 4 أجزاء. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم دنا فتدنا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. طلاب من الفجر إلى الظهر فقط حفظ قرآن، وإذا ذهبوا للبيت يدرسون المواد العادية. يقول المعلم في سنتين أو ثلاث يحفظون القرآن كامل، وبعد ما يحفظون القرآن كامل يذهبون إلى المدرسة النظامية ويختبرونهم، وعلى حسب مستواهم يكون صفهم أما الثالث أو الرابع.